السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. برج العذراء، تاريخ الفيديو 15 يوليو 2022، النهارده الجمعه 15/7 التاريخ، بس علشان مصداقيه قناتك. اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين، لعل الجزء اللي ينطبق عليك يا برج العذراء يكون خير ويكون تفاؤل ويكون سعادة وهنا ورزق وكل ما هو جميل من أجل عيونك الفترة اللي جاية. إن شاء الله بإذن الله تلاقي كل ما هو جميل وتلاقي كل اللي أنت محتاجه وعايزه. برج العذراء، أنت حرفيا متدمر نفسيا بسبب خيانة الشريك، فعايز أقولك إن فنجانك معمول بنيتك كامل متكاملة وإنشاء، وعشان كده بإذن الله هتلاقي جزء من ظلمك او جزء من حقك، لان انت حرفيا اتدمرت، خدت فترة متدمر، وعشان كده حقك هيرجع. وده فنجانك اللي هيقولك الكلام ده. هنشوف بقى فنجانك هيقولك ايه من خير، من كل، من تحذيرات، من تبشرات، من عيون بصالك، من ايه اللي مستخبي لك. يلا بينا نبدأ يا برج العذراء ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا نشوف طاقة برج العذراء وحياة برج العذراء ماشية ازاي لباقي شهر يوليو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برج العذراء، ابشر ابشر يا برج العذراء، ابشر ان انت عندك توقيع سفر وعندك حاجة خارج الدولة. طيب برج العذراء، انتبه كويس جدا من كلام، انت مش منحوس ولا انت غلط، انت بس محسود ومعمول لك سحر من فتاة عندك في بيتك، من فتاة عندك في بيتك، أقرب الناس لي بنت عمك اللي هتموت وتتجوزك، ولا أهلك اللي عايزين يجوزوك لحد معين في دماغهم، الله أعلم الكلام ده كله. طيبة قلبك وصفاء قلبك ده موقعك في مشاكل كتير، ما بتعرفش تكتم حاجة جواك، مش خبيث ولا لئيم، بس انت صبور، صبور جدا جدا جدا. بقيت عايش لا مبالاة من كتر الصدمات، وأقرب الناس اللي هم دايما بيوقعوا بينك وما بين شريك حياتك. خلينا نتكلم على الحياة العاطفية الأول. الحياة العاطفية عندك بينك وما بين الشريك نار شلعة، لحد انت ممكن حاليا تكون في مشاكل أو في انفصال. ليه؟ عشان الشريك في علاقة تانية، الشريك في حد بيضحك عليه، الشريك فاكر ان هو صح وهو غلط. يا هل ترى سابك، ولا يا هل ترى ناوي يسيبك، ولا يا هل ترى نفرك وما عادش يهتم بيك، يا هل ترى في مشاكل كتير بينك وما بينه ليه؟ بص يا برج العذراء، على قد الهدوء الفترة دي اللي انت فيه، على قد كمية التعب النفسي اللي انت عايش فيه. انت عايش في كمية تعب نفسي رهيبة رهيبة جدا. بقيت بتسامح بس ما بتنساش الأسية أبدا، مزاجك بيتغير بس عايش وكأنك مش عايش، عايش وكأنك مش عايش. اتظلمت كتير الفترة اللي انت بتمر بيها، او الفترة اللي انت مريت بيها دي كانت فترة صعبة جدا. بقيت حاسس ان انت عايش لوحدك في العالم ده كله، عندك وجع في جسمك غير طبيعي يا برج العذراء، انت وجع في جسمك غير طبيعي، حاسس ان الحب مش من حظك، حاسس بالوحدة دايما وبالارهاق. ليه؟ رغم ان انت عندك امور حلوة وعندك تحسين في الحال باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، عندك تسوية مواضيع. العيد ده هيجي عليك بفرحة جديدة، بحاجة مختلفة، بانطلاقة، بحاجات معينة بإذن الله. طيب التعب الجسدي اللي عندك ده اللي هو لا مبالاة، وكشفت وزرت الطبيب وخدت علاج ومعملش نتيجة، عارف ده سببه ايه؟ ده سببه عين وحسد، مش سببه تعب جسد ولا صداع ولا وجع في الرجلين. ولا اغلب برج العذراء بيشكي من ظهره وبيشكي من القولون وبيشكي من جسمه بألم غير طبيعي. ليه؟ فتاة العذراء ممكن يكون شعرها بيتساقط كمان بطريقة غبية جدا.
انت يا برج العذراء بقيت لما بتقعد مع حد وبتلاقي الفرحة تلاقي الحزن دخل عليك ما تعرفش ازاي. لما حد بيظلمك وبيكسر قلبك في حاجة او يخذلك ما بتعرفش ترد الاساء بالاسية، لا طيبة قلبك واصلك هما اللي بيردوا على الشخص. بس انت يا برج العذراء دايما مهموم، دايما شايل الحزن، بقيت موقف كل العلاقات في حياتك حاليا، بقى عندك احساس ان انت في داخل جوه دايرة ومش عارف تطلع منها. ليه؟ ما انت عندك سفر اهو وعندك انطلاقة جديدة، بس الهم ده كله اللي انت شايله عشان الشريك في علاقة تالتة، رغم ان انت بتحبه جدا وبتعاني من غيابه عليك، بتعاني من غيابه عليك. صريح جدا انت يا برج العذراء وما بتحبش الكذب، بتقول اللي بيجي ببالك وما بتعرفش تجامل اي حد، بتحب التواضع وبتحب البساطة، قلبك طيب جدا وحنين، وده اكتر حاجة موقعاك في مشاكل. لو دخلت في موضوع وحسيت ان الامر صعب عليك بتدعي ربنا وبتصلي، حاسس ان حياتك مش مرتاحة نفسيا وبتدور على الراحة النفسية وبتدور على جزء الامان، حاسس ان انت حياتك بقيت روتين، عايز تكسر الروتين بأي طريقة، بقيت طبيعي جدا وبقيت حاسس ان علاقاتك كلها مؤقتة. لما حد بيظلمك او بتزعل من حد وجي طبطب عليك بتقبل الاعتذار وخلاص، طيب جدا سريع الروقان بكلمة حلوة صدقني بتصفى وما بتعرفش تشيل من حد. بس عندك كل حاجة بتاخد وقتها، عندك كل حاجة بتاخد وقتها، دايما بتحافظ على كرامتك في وسط اي حد وبتحافظ على كيانك، ما بتحبش حد يقلل من كيانك ولا يقلل من حاجة معينة. من فترة للتانية وصلت لمرحلة بقيت ان انت حاسس بالمسؤولية، او انت من صغر سنك حاسس بالمسؤولية، برج العذراء شايل مسؤولية فوق كتفك، الضغط النفسي من كتره عليك ظهرك انحنى وعشان كده دايما بتشكي من وجع في الظهر. عندك اعراض كتيرة جدا بتدل على السحر، وانا زي ما قلت لك على القناة موجود فيديو. اللي في قلبك على لسانك على طول ما بتعرفش تخبي، واكتر حاجة عاملة لك مشاكل ان انت لما بتفرح ما بتعرفش تخبي الفرحة، بتحب تفرح كل الناس اللي حواليك، يعني لو حصلت لك حاجة بتحب تفرح كل اللي حواليك، وده اكتر حاجة عاملة لك مشاكل ومخلية الناس دايما بيقولوا عليك ان انت عايش مرتاح، ان انت عايش في حياة حلوة، رغم ان انت طبيعي ورغم ان انت بسيط. كرامتك فوق اي حاجة، ما بتقبلش ان حد يجي على كرامتك ابدا، لو حد جه على كرامتك بتتقلب 180 درجة. بقيت انت حاليا يا برج العذراء بتبعد عن اي حد بيعمل لك مشاكل، او اي حد يدخل في حياتك يعمل لك مشاكل بتنسحب وبتبعد عنه، وبتحاول تتأقلم مع كل الظروف اللي في حياتك اللي انت بتمر بيها. بقيت ان انت تركز جدا على ادق التفاصيل اللي بتحصل في حياتك عشان ما بقيتش عايز مشاكل، او بقيت تكره المشاكل. وزي ما قلت لك اي حد بيجي على كرامتك ما بتم ما بت ما بتسامحوش، بتنفجر فيه وبترد له او بتبعد عنه، بقيت سايبها على الله اكتر. بقيت تسكت اكتر اكتر ما بتتكلم يا برج العذراء، بقيت تسكت اكتر اكتر ما بتتكلم، ما بقيتش غبي، بقيت فاهم وبقيت واعي اكتر جدا، ما بقيتش تسامح زي ما بتسامح على طول، ما بقيتش تدي مليون فرصة، بقيت تدي فرصة واحدة عرفت تستغلها خير وبركة، ما عرفتش فانت في طريق وانا في طريق. بقيت جد جدا في حياتك وبقيت صاحب مسؤولية عظيمة، شخصيتك الفترة اللي جاية هتكون قوية جدا من الداخل قوي، وهيبقى عندك حب غير طبيعي لنفسك.
وهتركز جدا على هدفك وهتبدأ تهتم بنفسك، عشان انت ما بقتش تهتم بنفسك من كتر الخذلان اللي انت شفته، من كتر الطعنات ومن كتر الضربات القوية اللي في حياتك. الحسد والعين انت اللي جايبه لنفسك، ما تحكيش حاجة هتخص حياتك ولا تخص تفاصيل يومك. نشوف فنجانك بيقول ايه يا برج العذراء. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة جات عليها عين يا برج العذراء ان انت بقيت شخص جد جدا، وبقيت شخص تلقائي، بقيت بتتعامل مع الناس بحسن نية، وبقيت شخص واضح وصريح في مشاعره وفي حياته وفي تفاصيل يومه. كلمة حلوة، يعني لو حد قالك كلمة حلوة بتطلع كل اللي جواك. ما بتعرفش ان انت تكون خبيث ولا لئيم، ولا ان انت تكون شخص مش كويس، لا، بقيت شخص عادي بتحب الحياة، بتحب يعني هتحب الحياة وهتحب البساطة. بقيت انت يا برج العذراء عندك نزيف من الداخل جواك بسبب الصراع والمشاكل اللي انت عشتها في حياتك، بس انا شايفة لك انطلاقة جديدة وشايفة لك رحلة سعيدة بإذن الله. واخيرا ربك هيرضي عنك وهيكتب لك امور حلوة جدا فيها تحسن في حياتك، وفي امور عكس اللي انت كنت متوقعها توقيع نهائيا يا برج العذراء. احب اقول لك، يعني انا مش عايزة اصدمك، خلي بالك من غدر اقرب الناس اللي حواليك. ناس قريبة منك لها فترة عايزة توقعك في مشاكل، عايزة ان هم ايه، عايزين يخضروا بيك ليهم فترة وانت ما تعرفش. خلي بالك وانتبه كويس جدا، انت ناوي على سفر، عايز تسافر ولا مستني توقيع الورقة، ولا عندك ورقة في المحكمة هيخلص؟ انت دعيت ربنا وربك استجاب يا برج العذراء، دعيت ربنا وربك استجاب للدعوة اللي انت دعيتها. انت خدت فترة مظلوم، خدت فترة الناس ظلمتك، الناس اتكلمت عليك بالسوء، ما لقيتش سعادتك ولا لقيت راحتك مع حد. بس عايز اقولك على حاجة، وركز في الجملتين دول كويس جدا. لو ليك نصيب في حاجة، حتى لو كل السكك اتقفلت في وشك، ربنا هيرتب لك كل الاسباب لحد ما تبقى في ايدك. ولو ملكش نصيب، ربنا هيرضيك بحاجة أحسن مما تتخيل. ربك كريم، ربك المعافي وربك الشافي. ربك لو أصابك في هم، صدقني هيطلعك منه. ربك بيحب عباده، ما بيحبهمش يناموا زعلانين ولا معيطين ولا أي حاجة. قرب من ربنا، ربك هيرضى عنك وهيرضيك وهيعفي كل أخطائك. بلاش تقول انا زعلان، بلاش تقول انا اتخذلت من حد، بلاش تقول انا عملت، لا، انت ارمي همومك على الله، ارمي همومك على الشافي اللي هو هيكرمك وهيحسن في حياتك وهيديك كل اللي انت تستاهله باذن الله بفضل ربنا. البومة اللي قعدالك ليل ونهار دي اخرتها ايه؟ او ناوية على حياتك عايزة منك ايه؟ البومة اللي قعدالك اخرتها عايزة منك ايه؟ ليه دايما مركزة على حياتك؟ ليه دايما عايزة مشاكل في بيتك؟ عايزة تكسر نفسك؟ شخصية قذرة، شخصية مش كويسة خالص، احذر منها وخلي بالك يا برج العذراء. شايفالك رحلة سعيدة او تجمع اسري او عائلي، الله اعلم، بس انت عندك تجمع باذن الله. المشاكل اللي انت فيها دي هتتحل، الضغط النفسي والمسؤولية اللي انت شايلها صدقني هتطلع منها. بلاش تقول انا حظي وحش، انا مليش حظ، انا مش عارفة ايه، لا، صحتك انتبه عليها كويس جدا. طيب انت بتحلم بكوابيس، احلمت تحلم بكوابيس يا برج العذراء.
عايزه اقول لك ان انت من توقيع الورقه اللي انت هتوقعه او الحياه اللي انت هتبداها، صدقني هتخليك تطلع من كل اللي انت فيه. صديقاتك احبابك هم الخاينين، الصديقات خاينين، بيقربوا منك عشان اهداف معينه، اهداف معينه. عندك فلوس جايالك، الفرحه اللي جايه هتسد بيها الديون اللي عليك. طيب انت ليه حاسس ان انت حياتك واقفه؟ السحر اللي معمول لك ده مدمر حياتك ليه؟ خلاك تنفصل بينك وما بين الشريك. انت اصلا بينك وما بين الشريك نفور غير طبيعي. انت عندك مراقبه من حد يا برج العذراء؟ عندك حد في السجن او حد عامل مشكله وانت زعلان عليه؟ طيب مين مين البرج اللي دايما عايز يدعمك ويقف جنبك؟ طيب بص يا برج العذراء، بلاش تقول ان انا متدمر، بلاش تقول ان انا متصاب بخيبه الامل، لا. ليه؟ انت عندك انطلاقات حلوه جدا، بس قرب من ربنا. المشاكل اللي بينك وبين الشريك دي هتتحل، هتتحل. انت بينك وبين الشريك نار، نار متشلعه. ليه؟ بسبب السحر اللي معمول لك، وسبب ان اهلك مش عايزين شريكة حياتك، او انت مش عايزين شريك حياتك. انت بدأت ان انت ما عدتش تثق في حد، بدأت ان انت تخلي بالك من اقرب الناس ليك. طيب ايه التجديد اللي هيحصل لك في حياتك؟ هيحصل لك تجديد في الشغل، وهيبقى عندك زيادة في الرزق اللي جاي. بالنسبة لعلاقتك العاطفية، حاول تصفي حساباتك، وبلاش تحصل مشاكل بينك وبين الشريك على أتفه الأسباب. برج العذراء، على القناة موجود فيديو لعلاج السحر، ادخل واعمل الوصفات. طيب بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في مين؟ مين حرف الام عندك يا برج العذراء؟ مين حرف الام عندك؟ طيب مين الشخص اللي دايما عامل لك مشاكل وعامل لك وجع دماغ؟ طيب طب ما انت عندك فرحة اهو، عندك فرحة، بس عندك اتنين ستات بومتين، عندك اتنين ستات. طيب ايه الاحساس اللي جواك؟ وهل ترى بتسأل نفسك انا هاخد حقك ولا لا؟ هتاخده بإذن الله، هتاخد حقك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. طيب بص يا برج العذراء، الفترة اللي جاية هتحصل مشكلة بينك وما بين الأهل، الفترة اللي جاية هتحصل مشكلة بينك وبين الأهل، بس هتتحل وانت اللي هتحلها، هتتحل وانت اللي هتتحلها. صل على الحبيب يا برج العذراء. عايز اقولك ان انت هتدخل في رحلة حلوة، او هتدخل في طريق جديد جدا في حياتك. طيب مين الرجل الكبير اللي عندك في السن؟ يعني الرجل الكبير في السن ده مش عايز علاقتك العاطفية تكمل، او مش عايز شريك حياتك، مش عايز علاقة حياتك تكمل. دايما واقف لك، دايما واقف لك. طيب مين برج الجدي اللي عندك يا برج العذراء؟ طيب مين الشخص اللي خانك وبعد عنك؟ مين الشخص اللي انت بتكرهه؟ طب اقول لك ان الشريك في علاقة تانية، زي ما قلت لك من اول الفيديو، اول الفيديو انا قلت لك ان انت عندك علاقة تالتة. طيب انت عندك خبر حمل، عندك خبر حمل، وممكن تكون بنوتة زي القمر، ممكن تكون بنوتة زي القمر، وعندك ترقية بإذن الله، عندك ترقية بإذن الله. طيب انت عندك ورق في المحكمة ضايع، عندك ورق في المحكمة ضايع، او عندك ورق مستنيه يخلص،
الله أعلم. عندك نقلة من بيت لبيت، عندك نقلة من بيت لبيت. حالتك النفسية هتتحسن، عليك وعلى الرقية الشرعية، عليك وعلى الرقية الشرعية. عندك واحدة ست خبيثة، واحدة ست خبيثة، بس عايز أقولك إن أنت على العيد اللي جاي ده عندك فرحة حلوة، وعندك حد هيدخل في حياتك في حاجة حلوة. الحاجة اللي انت بتفكر فيها صح، الحاجة اللي انت بتفكر فيها صح. عندك محكمة يا برج العذراء، عندك محكمة، صل على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك رجوع حق، وعندك الناس اللي سرقتك، سرقت من بيتك فلوسك او شريك حياتك اللي غدر بيك وخد فلوسك، صدقني عندك رجوع حق بإذن الله، عندك رجوع حق بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. طب ما انت عندك اهو حاجات حلوة كتير، امال مالك، مالك متضايق ليه؟ حاسس ليه بالتعب؟ حاسس ليه باللي انت حاسس بيه دلوقتي؟ لا، لسه ما اكتشفتش خيانة الشخص اللي خانك. لا لا يا برج العذراء، عايزك تفتح عيونك وتحط عيونك في وسط راسك. الست الخبيثة قريبة منك، الست الخبيثة جنبك، اكتشف السر، اكتشف السر اللي الناس عمالة تفعل ما تشاء. الناس بتراقبك، الناس بتراقبك وبتبخ سم في حياتك يا برج العذراء. اكتم جواك، اكتم جواك، انت عندك خير وعندك رزق وشايفه لك حاجات كتيرة جدا حلوة. الهدف اللي انت مركز عليه كمل، كمل عليه، كمل عليه. عندك تغيير جذري بفضل ربنا سبحانه والله وتعالى، وعندك انطلاقات حلوة جدا. واحب اطمنك وابشرك، انت عندك لقاء مع حد، عندك لقاء مع حد، وعندك خبر حلو. الخبر ده هيخلي قلبك يدق تاني من جديد، الخبر ده هيخلي قلبك يدق تاني من جديد. عندك تعرف على حد جديد، عندك تعرف على حد جديد. بسم الله ما شاء الله. عندك موضوع لسه ما انتهاش يا برج العذراء، عندك موضوع لسه ما انتهاش، يا ترى ايه هو؟ يا ترى الموضوع اللي انت عايز تنهيه، نفسك تنهيه، عندك موضوع هينتهي بإذن الله وهتطلع منه منصوب. أتمنى لك الخير والرزق والتفاؤل والفرحة والهنا وكل ما هو جميل من أجل عيون برج العذراء. تحيات البرج العذراء. طبعا ما تنساش تدعمني باللايك الجميل والتعليق، تصلي فيه على الحبيب وتقول الأعراض دي بتحسها ولا لأ. وكمان تدخل على القناة وتشوف الفيديو بتاع علاج السحر، عشان الفيديو ده مهم جدا 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 لحياتك. اتأكد ان الحاجة اللي ليك نصيب فيها ربك مش هيحوشها عنك، ربك بيكرم عبده، ربك عايز عبده يكون احسن حال في الدنيا. تحياتي ليك يا برج العذراء.